العميد خالد المحجوب مدير إدارة التوجيه المعنوي. بداية سيادة العميد أهلا بك، هنيئا لنا بداية بهذه الانتصارات التي يحققها الجيش الوطني يوما تلو الآخر. آخر المستجدات لديك سيادة العميد؟ ولا شك أن آخر المستجدات الآن نحن في عصر السرعة، ويتابع كل الليبيين الآن بشغف الأخبار أولا بأول، سواء كانت اتصالات مباشرة مع أهليهم أو مع من هم متواجدون في نفس أماكن الحدث، أو من خلال حتى التواصل الاجتماعي وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، وأيضا من خلال أخباركم وأخبار الجميع. لكن ما أريد أن أؤكد عليه في هذه المداخلة هو أن التكتيك الذي تبقي هذا والنفس الطويل في إدارة المعركة كانت نقطة هامة جدا. اتساع الجبهة على هذه الميليشيات بدأ الآن يظهر وتظهر أثاره على هذه الميليشيات. اليوم شاهدنا عندما فتح محور أصبحت الميليشيات تلهث من محور إلى محور لسد الثغرات والتقهقر، وهذا المشهد المربك الآن ينبئ عن سقوط هذه الميليشيات في أي لحظة وانهيارها، وبالتالي تحقيق ما تقدمت القوات المسلحة من أجله وهو القضاء على هذه الميليشيات. أيضا ما يحدث الآن يظهر ما الإنجاز الذي قدمت القوات المسلحة على حيث ما تم تسليح هؤلاء به أرقام فلكية من الذخائر ومن الطائرات ومن كل، أيضا يؤكد بسالة جنودنا وقوتهم وإيمانهم بالله سبحانه وتعالى وبوطنهم وإيمانهم بأن النصر قادم، وهذه نقاط مهمة جدا. أيضا أهالي طرابلس لا شك الآن ينتظرون في لحظة الفرح، شاهدنا اليوم الأفراح تنطلق في أكثر من مدينة وأكثر من منطقة. هذا هو الشعب الليبي يعلن تحديه من خلال هذه الأفراح لأي دولة تفكر في الوصول إلى أو التدخل على الدخول على خط ليبيا. أنتم تقاتلون شعب آمن بأن وطنه لابد أن يسترجعه، لابد أن تعود، أو لابد أن تكون ليبيا حرة ومستقرة، ولابد أن ننعم بالأمن والاستقرار والتنمية. وما فعله اليوم الرجال عندما استطاعوا فعلا أن يسيطروا على رئاسة أركان ما تسمى برئاسة أركان القوات المسلحة سابقا طبعا، والتي اتخذتها الميليشيات وكرا، ونعرف ماذا تقوم به فيها، هي المسيطرة لا وجود لأي معالم للجيش، فقط كل ما هنالك هو ميليشيات تقوم ما في تفعل ما تشيء ما تشاء ما تريد، ولا أحد يحاسبها في داعي وحساب. فأبشروا بالنصر إن شاء الله. أحببت أن أحيي كل الليبيين الشرفاء الذين هم مع الوطن، وأحيي قيادتنا. طيب سيادة العميد، أريد أن أسألك سؤال آخر، ألا وهو هل بإمكانك إخبارنا بحجم الخسائر التي تكبدتها الميليشيات هناك، وأيضا حصيلة ضربات سلاح الجو لهذا اليوم؟ الضربات طبعا أكيد كانت لدعم المحاور التي كانت اليوم فيها أو كان فيها القتال، لكن الذي أريد أن أؤكد عليه أن عشرات الجثث قد تركوها في طريق المطار وفروا وتركوا سياراتهم تعمل. عدد السيارات وعدد الذين تم قتلهم وأيضا عدد المقبوض عليهم لم يتم بعد التعرف عليه بشكل كامل، ولكن كل الذين تابعوا المشهد يدركون أن هذه الميليشيات قد هربت قتلاها ولم يعد لديها قدرة على المقاومة، أصبحت تخبي أسلحتها وسط الإمارات ووسط الناس وتحاول أن تصمد. بدأت بعض الميليشيات أو أغلبها ميليشيات مصراتة تتجه إلى اتجاه الشرق خوفا من قفل الطريق الساحلي عليها، وميليشيات ما يعرف بعض منهم من الزاوية اليوم شاهدناهم كيف غادروا مسرعين إلى منطقة عندما فتح محور الحرس رغم أن القوة التي استخدمت قوة قليلة ولم تكن بالشكل الذي هو طبعا، لأن القصد من العملية كان هو هذا العمل الذي لو لم
تتقدم هذه المجموعات لا تقدمت القوة القليلة واتجهت إلى الساحل وذهبت إلى طرابلس، وبالتالي هذا إرباك للجبهة وقدرة عملية في قواتنا نحيي من خلالها غرفة العمليات والقيادة العامة والقائد العام الذي تابع هذا المشهد القتالي المستمر على مدار الساعة. ولكم التحية جميعا. أشكرك العميد خالد المحجوب مدير إدارة التوجيه المعنوية، شكرا جزيلا لك.